ست ام علي بتتكلم، ليها سؤالين، بتتكلم عن ان ابنها عايز يحط الفلوس في البنك، فينفع يحط الفلوس شهادات ويتعيش منها؟ الامر جائز، البنك وظيفته اتغيرت للاستثمار لا للقرض والاقراض، لانه فكره انه المواطن بيودع او بيسيب في البنك مبلغ عشان يستثمره وفي نفس الوقت ينتفع بالريع اللي هيطلع منه، فده لأنه المواطن بيروح للدولة في أحد مؤسساتها وهي البنك، والبنك ده في قوانين بتحميه، في البنك المركزي في قوانين بتحمي إيداعات المواطن بعيد كل البعد عن الغرر والضرر، فأنا بحط الفلوس أستثمرها وأنتفع بالربح بتاعها، لا مانع في ذلك. وسقنا التفصيل في هذه المسألة مرارا وتكرارا يضيق المقام بإعادة ذكرها.